أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فدمرناهم تدميرا. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. وَإِذَا رَأَوْكَ
صدق الله العظيم.